ثم أما بعد، فمع ما يسر الله عز وجل من بصائر الآي العظيم من القرآن العظيم، ما زلنا في أوائل سورة البقرة من قوله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. سبق الحديث عن بعض بصائر الإيمان بالغيب، وكيف أن الإنسان المسلم إذ يقرأ القرآن يقرأ من خلاله التاريخ، ويقرأ من خلاله الواقع، ويقرأ من خلاله المستقبل أيضا. تلك بصائر لمن أبصرها. وأحب اليوم أن أقف على شيء من العمل، من بصائر العمل والتطبيق. وما زلنا في الظروف التي تحدثنا خلالها في الحصة السابقة من طغيان يهود وقهرهم للعباد وتمزيقهم للبلاد وفسادهم في الأرض وعلوهم الكبير، ما زلنا في ذلك. ولكني أقول إن الشعارات لا تكفي، وفي بعض الأحيان لا تفيد، وإن الهتافات ربما أضرت ولم تنفع، وإنما طلب الله منا العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فالله عز وجل هو المحاسب للعباد المطلع على ما في قلوبهم. فسيرى، سيرى الله عملكم من حيث الواقع ومن حيث النية، ما نويتم وما استبطنتم فيه من اعتقاد ومن قصد. ورسوله، ورسوله يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فقد كان يوجه صحابته الكرام، واليوم لا تزال سنته تضبط سلوك الصالحين والمؤمنين. ورسوله، فما ينبغي أن يخالف المؤمن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال: والمؤمنون، المؤمنون الذين يعيشون معكم حينما تصلحون هنا وتصلحون، سيرى المؤمنون هناك وفي كل مكان آثار عملكم. إنما أمرنا الله عز وجل بالعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأقول إن أول العمل الصلاة، وكثير من الناس مع الأسف يستغرب هذا، كيف الصلاة هي أول العمل؟ في وقتين ربما الناس هم في حاجة إلى السلاح وإلى المال وإلى التبرع بالدم إلى آخره مما هو معروف، كيف ستنفعهم الصلاة؟ حينما قال عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآية. نقف مع ما نريد الآن من مطلع هذه الأوصاف. الذين يؤمنون بالغيب، ذكرنا ما يسر الله عز وجل فيها من بصائر، وأن الإيمان بالغيب أمر عقدي اعتقادي وجداني ويقين يحصله المسلم من خلال تعامله مع كتاب الله إيمانا وتصديقا، ومن خلال مشاهدة آثاره في الأرض سلبا وإيجابا، فهو يؤمن بالغيب ويؤمن إيمان يقين حقا. فذلك إذن إحساس ومعتقد. أما أول العمل فقال: ويقيمون الصلاة، فهو عمل. الصلاة هي أول وسيلة وغاية قصدت عملا وتطبيقا في الدين. لا يمكن أبدا أن يستعد قوم لدفع الضر عنهم ولا لرفع البلاء جهادا في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم وبكل ما أوتوا إن لم يكونوا يقيمون الصلاة. لاحظوا هذه الصلاة العجيبة التي نصليها، هي عمل جهادي، أو يمكن أن أقول بلغة أخرى هي عمل عسكري، فهي صف وصفوف. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على رص الصفوف ويقول لصحابته: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قيل: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصفوف الأول فالأول. والملائكة إذا صفت عند ربها فهي تصف صف عبادة وصف جندية. صف عبادة لأنها تعبد الله بالاصطفاف،
وصف جندية لأنها بين يدي الله مستقيمة تنتظر أمره ونهيه، وهذا معنى الصلاة. المسلمون اليوم هم أحوج ما يكون من أي زمان مضى إلى معرفة ما معنى الصلاة، حينما قال عز وجل: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قال المفسرون: والصافات أي الملائكة تصف بين يدي ربها تنتظر أمره بفعل كذا أو نقل كذا أو صنع كذا، هم جنود الله في السماء، والناس المسلمون جنود الله في الأرض. أما جنوده في السماء فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، طاعة مطلقة لله. وأما جند الله في الأرض فهم العصاة المردة. وعجيب أمر القرآن حينما قال: إن إلهكم لواحد. هو يخاطب من؟ يخاطبنا نحن الناس. قال: الصافات صفا، أي هذه الملائكة، يقسم الله بهذه الملائكة التي تصف بين يدي ربها وتصطف، في الزاجرات زجرا التي تزجر الغيم وتسوقه مطرا إلى البلاد والعباد، في التاليات ذكرى التي تشتغل بذكر الله وعبادته وهي تفعل ما تؤمر ذاهبة وآئبة، مشتغلة بالعبادة صعودا وهبوطا، عروجا ونزولا. إن إلهكم لواحد، أي أيها الناس، إن ربكم الذي تعبده الملائكة بهذه الطريقة هو رب الملائكة وربكم أيضا، فلما لا تفعلون مثل ما تفعل الملائكة؟ وإلا فما معنى إن إلهكم لواحد في سياق ذكر هذا النظام الدقيق العجيب في العبادة المثالية التي تنجزها الملائكة في الطاعة الكاملة التامة؟ إنما كانت الصلاة تدريبا لك أيها المؤمن على الانضباط لأمر الله فعلا وتركا. ولذلك قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة صف، وإنما الصف حالة جهادية، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وكذلك يحب الذين يقومون بين يديه في الصلاة صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولم يعذر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام صاحبا له في الصف وجده قد مد صدره قليلا فخرج عن الصف وجعل يسويه حتى استقام، وقد كانت به علة، هذاك الصحابي كان عنده واحد العيب في صدره ومع ذلك بقى معه حتى قدوا مع الصف. عسكرية، الارتباط بالأوقات والنداءات من الفجر إلى العشاء، الارتباط بالمساجد والجماعات، كل ذلك عسكرية جهادية. قرأنا الحديث الشهير أكثر من مرة المروية في موطأ مالك وصحيح مسلم وبعض كتب السنن: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والرباط هو الثكنة العسكرية التي يرابط بها الجندي لا يغادرها إلا بعد أن يعوض بغيره، يحرس المسلمين ويرقب العدو. المسجد رباط، الذي لا يستطيع أن يقيم صف الصلاة هو عن صف الجهاد أعجز، مستحيل. الأمة التائهة في المتاهات لا تقيم الصفوف في المساجد، لن تستطيع أبدا أن تقيم صفوف الجهاد في سبيل الله. ولذلك هناك ارتباط وثيق جدا بين الصلاة والجهاد، سواء كان جهادا بالنفس أو بالمال أو بما شئت من الأقوال والأفعال. من لم يسوي صلاته فلن يكون من المجاهدين، ولن يستطيع يحلم حلم الأضغاث لا غير. حرم الله عز وجل على المسلمين بمكة القتال 13 سنة وأمرهم بالصلاة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة
وآتوا الزكاة 13 سنة، والمسلمون يعذبون في مكة ويمزقون ويجلدون ويحاصرون كما هو واقع للمسلمين اليوم في أماكن شتى مش غير فلسطين، معذبون ممزقون محاصرون، ومع ذلك ما أذن الله لهم برفع ولا حجرة، تالحجرة ممنوع، فما بالك بالسلاح، حجرة حجرة يرمي حجرة كما يرميها الفلسطينيون اليوم ممنوع ولا حجرة. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كيضرب أعطيه ظهرك تتوجد، وأقيموا الصلاة، تنشوف صلاتك غطلة 13 سنة. والله عز وجل يخرج الأمة، كيدير الإخراج ماشي السينمائي بل الإخراج التاريخي الذي صنع حضارة الإسلام إلى يوم الناس هذا، يخرج الأمة على عينه ولتصنع على عيني، يخرجها من رباطات الصلاة. ما كان على المسلمين من واجب أول الأمر ما عدا الصلاة، ما كان مطلوب منهم يجاهدوا ولا يقاتلوا ولا أي شيء بالأفعال، ولم تكن كثير من المحرمات قد حرمت لأن أغلب التشريعات نزلت في المدينة، وهذه الآية كانت في مكة أو تحدثت عن فترة مكة، كف اليد 13 سنة. والرب العظيم يربي، علاش اسمه الرب سبحانه؟ لأنه يربي، ينمي قدرات الناس الإيمانية حتى يستطيعوا الصبر على كل شيء. وحوصر محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه بشعب أبي طالب، لا يتزوج منهم ولا يتزوج منهم، ولا يطعمون ولا يطعمون، ولا يباع لهم ولا يشترى منهم، ولا ولا قطيع شاملة جامعة مانعة. وبقي الناس ها هنالك في جوع شديد، حتى إن ابن عباس رضي الله عنه يحكي أنه بشدة الجوع الشديد وطئ يوما شيئا رطبا فلم يدري ما هو، وأخذه وأكله دون أن ينظر إليه، مخصوش قاعد عرفش ذاك شيء حشراء أو ليس يدري شدة الجوع. وهم يقومون بفعل واحد، الصلاة، كلما نودي لوقتها قاموا إلى الصلاة، إن أمنوا صلوا جماعة، إن خافوا تفرقوا في شعاب مكة وصلى أحدهم تحت شعب أو تحت حجرة أو بغار أو بكهف حسب اليسر. المسلمون اليوم مساجدهم عظيمة فسيحة وقلما يعمرونها، هذه مشكلتنا، صفوا الصلاة أولا قبل أي صف. وددت لو أن المسلمين قد سكتوا، ولكن عملوا، لأن الله قال ولكل درجات مما عملوا. نحن في حاجة إلى كثير من العمل وإلى قليل قليل من الكلام. ليس عبثا إذن أن ياتي أول وصف للمتقين بعد الإيمان بالغيب أن ياتي في صيغة إقام الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الصلاة شيء عجيب في حياة الناس، وهي شيء عظيم في دين الله، ليس هكذا وعبثا أن قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها من الأحاديث العجيبة التي تردد العلماء في تفسيرها وشرح ألفاظها، أنها تنطق بكلمة الكفر في حق من تركها، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك، وفي رواية بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. التارك للصلاة اليوم كثير، والمصلي بلا صلاة اليوم كثير، يعني يصلي ولكن لا صلاة له، كما في حديث المسيء صلاته حينما دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى صلاته، ثم قصد النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه، فقال له رسول الله صلي فإنك لم تصلي، ونفى عنه فعل الصلاة مع أنه قد ركع وسجد، لأنه كما ورد في الخبر نقرها نقرا، أي أنه لم يخشع ولم يخضع. وإنما الصلاة إحساس في القلب، إذا لم يكن القلب راكعا فلا عبرة بركوع الظهر، وإذا لم يكن الوجدان ساجدا فلا عبرة بسجود الأنف والجبهة. الصلاة إحساس وخضوع لله الواحد القهار، وارتباط بمواعيد الله، الأمر عظيم، الصلاة مواعيد الله ضربها لعباده، فمن أخلف وقتها فقد أخلف ميعاده مع ربه،
لكن الله لا يخلف الميعاد. تأتي ملائكتك المكلفة بك إلى الصلاة وقت الصلاة وتغيب أنت، مصيبة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويلتقون في صلاة الفجر. إن جئت فقد شهدت وشهدت، شهدت الصلاة وشهدت مصليا، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هو مشهود ومن حضره مشهود، تشهده الملائكة وترفع تقريرها إلى رب العالمين. وإن غبت فقد غاب حظك كله. ولذلك ما كان يغيب عن هذه الصلاة في زمان رسول الله إلا المنافقون، إلا المنافقون، كما في حديث ابن عباس: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وإن الرجل ليؤتى به يتهادى بين رجلين أو بين اثنين حتى يقام في الصف، أو كما قال رضي الله عنه: إن الرجل مريض في استخانة كيمشيو له جوج ديال الصحابة ويشدوه، واحد من هنا وواحد من هنا، وجايبينه بشوية بشوية حتى يوقفوه في الصف ليصطف بصف المسلمين وبجماعة المسلمين. حينما ينخرم صف الصلاة تنخرم أحوال المسلمين جميعا. ما أتينا إلا من هذا الثغر، وما غزينا إلا من هذا الرباط. يعني الباب من دخلوا اليهود مع الأسف هو من باب الجامع، ثم دخلوا اليهود، دخلوا لأن ما لقوناش فيه فاحتلوه أولا قبل أن يحتلوا أي شيء آخر. كيف احتلوه؟ احتلوه بتفريغنا منه. وإنما بنيت المساجد لتعمر، عمران المساجد. حينما تعمر المساجد بالمسلمين وتجد صلاة الفجر كصلاة الجمعة على التمام والكمال، ما ينبغي أن يتصور في الذهن ولا أن يقع في الواقع أن يكون فرق بين جمهور الجمعة وجمهور الفجر، غير معقول. وما كان ذلك في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كان ذلك. جمهور الصلوات الخمس واحد، واحد الجهد اللي كاين الصباح هو اللي كاين في الظهر هو اللي كاين في العشاء هو اللي كاين نهار الجمعة، طبعا الصلوات الخمس كلها مقصودة. ومن عجيب الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل لكل الفرائض رخصة إسقاط، وما جعل للصلاة رخصة إسقاط. يعني الرخص على العموم والإجمال فيها جوج الأنواع: رخصة تخفيف ورخصة إسقاط. كاين الرخصة اللي كتخفف عليك الشغل، وكاين الرخصة اللي كتحيد عليك بالمرة. كثير من العبادات فيها هذا النوعان أو هذان النوعان: رخصة التخفيف ورخصة الإسقاط. مثلا في الصيام فيه رخصة التخفيف وفيه رخصة الإسقاط. رخصة التخفيف مثلا أنه على الأقل حسب بعض المذاهب كالحنابلة أنه من أكل ناسيا، من شرب أو أكل ناسيا، فإنما أطعمه الله وسقاه. فيقول بعضهم يعني لك ليت ناسي ولا شربت ناسي ما تعود شيء النهار، وفي المذهب المالكي تعودوا طبعا. هذا تخفيف، تخفيف من ربكم ورحمة. وإسقاط إذا كنت مريضا أو مسافرا فيسقط عنك الواجب تلك اللحظة إلى أن تقضيه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كثير من العبادات هذا حالها، تحريم الميتة والخنزير وما أهل لغير الله به من المحرمات من المطعومات، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إذا اضطر الإنسان إليها يأكلها فيسقط عنه التحريم في الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. رخصة إسقاط إلا الصلاة لا تجد فيها رخصة إسقاط أبدا، فيها التخفيف، لا تسقط إلا بسقوط العقل، وسقوط العقل يعني الإنسان غير موجود، أنا إذن غير موجود. يشتد المرض بالإنسان ويصلي قاعدا، ويزداد عليه اشتدادا ويصلي راقدا، ينطق بالكلمات ويتمتم بالعبارات، ويشتد ثم يشتد عافانا الله وإياكم، ويصلي ساكتا ولو لم يكن يحرك لسانه ما دام عقله حاضرا، لأن العقل هو مناط التكليف. إلا غاب العقل راه مشى الإنسان كأنه غير موجود، كأنه معدوم. بل الأعجب من ذلك والأغرب أنها تعلقت تكليفا وإلزاما بوقتها دون إخراجها عن وقتها حالة القتال في سبيل الله، وهذا يبين لك أنها غالبة على القتال وسابقة عليه وقاضية عليه. صلاة الخوف كما يسميها الفقهاء، قد حكى أحمد بن حنبل في فقهه صورا عديدة لها، فقال كلها صحيحة
ونمثل بنماذج قليلة لأن كثير بين 16 نوعا إلى 20 نوعا من أنواع صلاة الخوف. فقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في غزوة من الغزوات، فكان أن صلى بطائفة من الصحابة وطائفة تحرس، حتى إذا فرغت الجماعة الأولى جاءت الطائفة التي لم تصلي فصلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتفرغت الأخرى للحراسة. وهذه صورة حيث يكون الأمر أقل خطرا، ما كاينش خوف كبير، والعدو ليس قريبا جدا، ولا يظن أنه يغير بسرعة على المسلمين. ولها صورة أخرى محرجة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمسلمين جماعة واحدة، فكان أن إذا قام للركعة الأولى فقرأ الفاتحة والسورة ثم ركع، ركع الصف الأول دون الصف الثاني، يعني الصف الأول ركع والصف الثاني ما ركع شيء، فبقي الصف الأول راكعا مع رسول الله والصف الثاني يرقب العدو، لأن الحالة خطيرة ويظن أن العدو سيهجم. مع ذلك وجبت الصلاة أداء في وقتها، حتى إذا رفع الصف الأول رأسه بسمع الله ولمن حمده ربنا ولك الحمد ركع الصف الثاني، والصف الأول قد رفع يرقب العدو، فإذا سجد الصف الأول بقي الصف الثاني بعد الركوع واقفا، يعني يرفع هو سمع الله لمن حمده ويبقى يرقب العدو ولا يسجد. فإذا جلس الصف الأول من سجدته ما بين السجدتين بقي يرقب العدو جالسا، فسجد الصف الثاني، وهكذا صف يرقب وصف في حركة الصلاة. أن تكون هذه الفريضة من القوة بمكان بحيث تؤدى بهذا الشكل بل بأعظم منه. وقد حكى الإمام القرطبي صاحب التفسير عن الإمام مالك أن على المسلم حالة المسايفة أن يصليها ركعة واحدة جيئة وذهابا بفرصه، لا تهمه آنئذ قبلة ولا نجاسة دم. المسايفة هي حالة الاشتباك بين المسلمين والعدو، ما يمكنش تدير الجماعة. قال إذا حزبه الوقت وضاق عليه يصليها وهو يضرب ويتلقى الضربات، أو وهو يحمل بندقيته يضرب ويختفي من الضربات، يصلي ركعة واحدة ما كتهم هذيك الساعه قبلها واش من نور ولا من قدام ولا واش فيه الدم ولا ما فيه شيء، لان الدم نجس لا تجوز الصلاه به. اوليست الصلاه اذن اقوى من القتال؟ بلى، لو كان القتال اقوى منها لنسخها عند التعارض ولا رجح عليها. يعني ملي تزاحم الوقت ديال الجهاد مع الصلاه يكون كان الجهاد اقوى منها تسقط الصلاه حتى نساليو الجهاد او الله يهنيها كاع، ولكن مع ذلك ما اسقطها. سفر بسيط يسقط الصيام ولا يسقط الصلاة، طبعا تصلى ركعتين ركعتين. لما؟ لأن الصلاة كما قلت جهاد، وإنها لجهاد فعلا. والدليل على أنها جهاد أن المسلمين لا يطيقونها على الدوام إلا من أخذ الله بيده. رمضان يصومه وصيمه ما كيصليش كثيرة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قالها رب العزة في القرآن العظيم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كبيرة عظيمة لأنها انضباط وجهادية يومية وحالة استنفار 24 ساعة 24 ساعة يوميا، تقاتل الدفء وتقاتل الكسل. كل يوم المسلم كيتقاتل مع الدفء ديال الفراش، كل يوم اليوم وغضاء وبعد غضاء، دائما ما كاينش شي نهار اللي ما كيجيش فيه الفجر، دائما كاين الفجر ودائما عندك المشكله ديال الفراش كيف تنتصر عليه. ودائما يقاتل المسلم الكسل، كسل ولو كان بصلاه النهار، وخدب النود دبا النود دبا النود، دازت الجماعه ديال الجامع دبا النود دبا النود دبا النود، دخل الوقت الاخر مشى الوقت الاول، صلي مع الجامع الاولى نصلي الهبوط نصلي حتى كيمشي كل شيء، كسل. ونقاتل الدنيا، وقف الحانوت يدوز هذا الكليان يدوز هذا الكليان الثاني يدوز هذا الكليان الثالث حتى يدخل الوقت ويمشي في حاله، وهكذا. فهي فعلا معركة يومية 24 ساعة على 24 ساعة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نحن في حاجة إلى إعادة توطين الإسلام بقلوبنا.
صحيح نحن مسلمون لا ننكر هذا، ولكننا في حاجة إلى إعادة توطينه. يسكن مزيان، يسكن بجذوره الإيمانية وليس بأشكاله كما كان عند الأعراب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإسلام هو الشجرة والإيمان جذور دياله، شجرة بين من الفوق، جذور ضربين تحت الأرض. فجذور الإسلام هي الإيمان، تنغرس وتمتد في القلب، والشجرة تكون في الظاهر فوق الأرض على الهواء والعراء. وذلك سلوكك في المجتمع وصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وإقرارك بالشهادتين قبل ذلك وإعلانك لهما، ذلك الإسلام. احنا غير مع الإسلام وما زالين وحني. ولا يستقيم إسلام امرئ إلا باستقامة إيمانه. هذه الجذور تقرضها المقاريض والقوارض، لا تحتاج إلى إعادة غرس وإلى جديد، تجديد الإيمان كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جديد الإيمان على وفق ما يعانيه المسلم في هذا الزمان، يهيئ نفسه ويهيئ أبناءه ويهيئ الأمة حوله ليكونوا أهلا لمنصب إسلام. راه منصب، هو منصب رباني في هذا الزمان العصيب. حينما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر المسلمين في هذا الزمان وبعد هذا الزمان بأن أجر الشهيد منهم كأجر 50 شهيدا من صحابته عليه الصلاة والسلام، ما كان ذلك يعني قولا عبثا، وهو قول عظيم، عظيم جدا. فالمسلم إذن يوقع الإسلام والإيمان على وفق زمانه هذا. كيف ذلك؟ يحتاج إلى يقين عظيم، إلى إيمان بالغيب مطلق، إيمان مطلق بالغيب لا يتزلزل ولا يتزعزع ولا يتردد. يقطع بكتاب الله عز وجل صدقا وعدلا، بأن كتاب الله صادق فهو كتاب الله قطعا، ما فيه شك، صدقا وعدلا، وأن ما فيه حق، وأن ما فيه وما ينطق به ليس فيه إلا الخير للمسلمين. اللي بقي كيتردد في حكم الله عز وجل في هذه النازلة أو تلك، واش يأخذ به ولا ما يأخذ شيء، هذا ما زال بعيدا عما نطق الله به في آية الأعراب. قالت الأعراب آمنا، ما زال بعيد. يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون. الإيمان الذي ادعته الأعراب وزعمته لنفسها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المسلم المؤمن حقا يسلم لحكم الله، وأول أحكام الله في العبادة الصلاة، الصلاة بما حكم بها وكما حكم بها بمواقيتها ومساجدها وأعدادها حكم. وما على المسلم إلا أن يخضع لحكم الله خضوعا تاما مطلقا، عسى أن يكون من أهل الصف بما شئت من معنى. فالصف واحد سواء كان في المسجد أو كان في الثغر، والرباط واحد سواء كان في الداخل أو كان في الخارج. فمن أقام صفه أقام الله دينه، ومن نقض صفه نقض الله دينه. لذلك إذن كانت الصلاة فعلا لمن أحسنها صحبة مع الله، صحبة مع الله شيء عظيم، كلمة لا يتسع الوجدان لحملها واستيعابها. الصلاة صحبة مع رب العالمين. في صحيح مسلم وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. والمناجاة هي خطاب القريب للقريب، خطاب محبة هامس عجيب. وأقرب ما يكون العبد من ربه قرب وهو ساجد، قرب، قرب شديد. أقرب صيغة أفعل، اسم تفضيل دال على ليس القربية بل على الأقربية، وهي من أعلى منازل الإيمان بالصلاة. ولذلك فعلا جند الله إنما هم عباد الله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عباد، عبادا لنا، كما بيناه أكثر من مرة، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. حينما عبدوا جعل الله القوة فيهم، حينما فسقوا وفجروا جعل الله الضعف والخلل فيهم. لا يسعني إلا أن أنادي بنداء القرآن يا حسرة على العباد. مثل هذا الأذان الذي سمعنا الآن يرتفع 5 مرات في اليوم، هو نداء الله
للناس، نداء الله للناس. نحن نستعظم بالتقاليد مع الأسف، نستعظم بالتقاليد أن تناديك أمك أو أن يناديك أبوك ولا تجيب، ولا نستعظم أن يناديك رب الكون ولا تجيب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الهادين المهتدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل بقاع العالمين، اللهم استر عوراتهم، اللهم أمن روعاتهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ شيوخهم وأطفالهم ونساءهم ومجاهديهم وكل المجاهدين في كل ثغور المسلمين برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجبر ضعفنا، اللهم أكمل نقصنا، اللهم اجبر ضعفنا، اللهم أكمل نقصنا، اللهم اجبر ضعفنا وأكمل نقصنا، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.